هاد حمزه من بيبي في هاد الحساب ديالو ملي كان جالس كيشرشم في البشر ارضا وجوا وطولا وعرضا وشرقا وغربا. فين كانوا هاد المتعاطفين؟ فين كانوا هاد الناس؟ راه باقي كنقولها ما كانش ماتش والحبس ما كنبغي حتى شي انسان، وباقي كنقول سديت انا خديت حقي من الانسان كان متهم ولا مدان. وما تنساوش واحد النقطه مهمه، انا بالنسبه لي هاد الناس هادو اللي داخلين عندي، كنقولهاش على الناس اللي واعيين وفاهمين، كنقول هادو اللي دخلوا عندي الخاص وجالسين لحش وما عارف بحال انا القانون في يدي. سعيده شرف راه دارت بها شكايه مؤخرا ودارت ابان اللي راه باقي محطوطه لحد الساعه في الانستغرام في لاباج، يعني هاد اخت الفنانه راه محطوط الشكايه اللي دايره بيا. شنو الهدف منها؟ حبسي. شنو الهدف منها؟ عيق منها عقابي. ومع ذلك كنقول لها مرحبا، الا انا درت شي حاجه عاقبين اختي، ولا درت لك شي حاجه اون بيرسون مرحبا. انا راه دعيت حساب، راه ما دعيتكش، انا راه ما دعيتكش وما ندعيكش اون بيرسون. ماشي من اخلاقي كنجرجر في الفنانين انا ولا ندير فيهم، لانه كتبقى فيا الانسانيه. ولكن كحساب حمزه من بيبي من حقي، بقيت واقفه بقيت صامده وما رجعتش اللور وما خفتش، تهددت ما خلاو ما داروا، ساوموني ما خلاو ما داروا. هاد حمزه من بيبي والو ما داو مني الا ذبعته، لانه المسمار ملي كيدق والجهه الاخرى ما خرجش المسمار راه سعيده شرف الجهه الاخرى. كبرنا حرار، ولاد هاد البلاد حرار، ما نظلمش وما نتعدى وما نبغيش ياخذ حقي. كنعاود خديت حقي منين دان الانسان صافي، ما بغاش الحبس حتى شي انسان انا. وشكرا جزيلا للقضاء المغربي النزيه اللي برأني انا اختي ابتدائيا وثانويا من هذا الحساب المشكوك اللي صحابو هما واقيلا اللي دايرين الشكايه، هما صحابو قادينو وصايبينو وبغاو يتعداو على الناس. وهذا المحضر اللي كيكتبوا كيقولوا ما درناش شكايه فلان وفلانه، الدنيا باطمه وقتها، ها هو المحضر على الفرقه الوطنيه، ما داروش شكايه من الحساب، الدنيا باطمه وقتها. اللي دخلني في الزبعه ودخلنا في هذه المؤامره الله ياخذ فيها الحق، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. واخيرا شكرا لصاحب الجلاله انه متعنا كمواطنين، أنا كمواطنين مغاربه كلنا سواسيه بالعفو الملكي، والله يحفظه ويحفظ بلادنا ويحفظ صحراءنا المغربيه.